هاي جايز، كيفكم؟ أنا نانا. اليوم جبتلكم بفيديو جديد في لعبة الميراكلس. بس قبل ما نبدأ هذا الفيديو، لا تنسون اللايك، سبسكرايب، الكومنت، ويلا نبدأ الفيديو. أول شيء أنا الحين عندي 2000 ميراكلس. إذا عندي 2000، إذا باقي لي بس 7000. فالحين أنا أبي أجمع 7000 عشان أشتري ذي الشخصية حق مارينا روز. هذه الشخصية صبر، المهم أول شي بلعب بعدين بشتري الشخصية. أول مرحلة مرة مرة سهلة، فبصير ألعبها عشان إيش أشتري ذيك إيش اسمها؟ أيوة رينا روز، هي آليا. ما بلعب هذه المرحلة كل شوي، في مراحل مرة مراحل، فما بعيد هذه المرحلة كل مرة. طيب يلا، اوكي الحين صار عندي 74. بجمع مرة 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 مرة. احب شخصية حق ايش اسم هذي، رينا راج، مرة كيوت وحلوة في نفس الوقت. ياي فزنا 150 ميراكلس. الحين بسوي مرحلة 2، لازم انط انط، اوكي بنط، لازم انط، ذا الشي اللي قالوه لازم انط. طيب انا بنط الحين، بس مو بالحين الحين، اوكي يلا نطيت. لحظة لحظة، هذه نطة ثانية، نطة ثالثة، وات بس 3 نطات. يلا لازم ننط زي كذا، يقولون نطون تاخذون ذا اللي ما ادري ايش اسمه، ليفل انه نجمة، ما ادري نسيت ايش اسمه. ايوه نجمة نجمة، يقولون لو اخذتي نجمة بيوديك المرحلة الثانية، وانا ادري. ترى ليفل كومبليت، يعني فزنا. الحين بروح ليفل، لحظة، ليفل 3، بكنسل اللي فيه 2 ضرب عشان ما يجيب لنا فلوس دي اللي انا محتاجتها الحين عشان اشتري شخصية حق رينا روز. واو تقدر تنط من على الجدار، اول مرة ادري، عشان انا لعبته بالزمان. اوكي خسرت وطاحت على جبهتها، على ايش جبهتها. يلا يلا بعيد، بحاول اني ما اخسر بذي المرحلة. يلا نط قوية، ياي مرة ثانية، ترى 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 ترى، ياي. وهذه المرحلة ايش المرحلة، خلاص انا عديت، قصدي الميراكلس هذه. بسرعة بسرعة بخبط في الجدار مثلا، لا بعدين، هذا المكان بخبط هنا، بوف، باخذ مغناطيس مرة بيساعدني وانا مرتاحة. بس احرك كذا الاصبع حقي عشان الشاشة تتحرك. ليفل كومبليت، ياي فزنا فزنا فزنا. جو سوي جو، الحين ليفل 4، الحين بسوي كومبليت لكل الكوكيز اللي موجودين. الحين باخذ الكوكيز، لحظة، كوكيز كوكيز، ناخذ الكوكيز كلهم اللي موجودين بذا المكان. يلا ناخذهم كل الكوكيز اللي موجود، بسرعة بسرعة بسرعة. يلا يلا يلا، لحظة ويت، يلا كم باقي لي؟ اعتقد تيكي سباتان، اوكي لحظة، صار 5. واو بذي السرعة، يلا باخذ ذا الكوكيز اللي هنا عشان يصير عندي نجمة ثانية. لا كنت راح اخبط، كنت راح اخبط، هنا في كوكيز، اعتقد باقي كوكيز ثاني وخلاص. يس كذا اعتقد،
لحظة بجمع هذه بعدين باخذ الكوكيز. أخذت بالغلط، بس المهم فزنا وليفل كومبليت، وأخذنا في نفس الوقت الميراكلس. كم صار عنا؟ 3000. 9000 باقي 6000. يلا يعني نروح ليفل 5. أيوة ليفل 5 ما يعطيني شيء، عشان هذا بس تدريب. فيا هذه حق فروز اللي في الموسم الثالث، فاخذهم كلهم عشان يساعدوني. واخذ هذا اسمه هذا نسيت اسمه، هذا حق الميراكلس. ايوه هذا اللي لونه احمر حق التعسوقة. كنت باخذه، لا 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 لا، كنت راح اخبط. يلا بعيد عادي، ايش انا اصلا ما خسرت، بديت اخربط شوي. ياي ليفل كومبليت، فزنا 176. اشوف كم صار عندنا. اوكي 3000 ليفل 6 اللي بعده. لا ليفل 6 احنا لعبنا ليفل 6، الحين بنلعب ليفل 7. نلعب اي ليفل كذا حلو بسيط سهل. او هذا المرحلة اللي انا مرة احبها كذا ظلام، وهذا البرج حق ايفل حق باريس زي كذا مرة هادئ وحلو، فهمتم؟ لحظة نطة، لازم الحين اطيح زي كذا ما ادري ليش، بس هذا المطلوب عشان نفوز زي كذا بسرعة. اوكي بختار هذه اللوحة عشان هي اللي قدامي. يلا يلا، ما باخذ اليويو، لا ليش اخذته بالغلط، بس عادي. واو دوامة، واو مرة حلوة، انا مرة تعجبني ذي الدوامة، تكون زي كذا تشبه ذي حق ايش اسمه، هذا حق هوكموث صح. حتى الفراشة كذا، انزل الحين واخبط كذا عادي عشان عندي ذي حق الحماية، بس الحين راحت. ما باخذ اليويو، اليويو مرة مرة مو بحلو، يوتر كمان، يشيل لك كل الاشياء اللي قدامك. ياي فزنا، الحين صار عندي 3772. بلعب ذي حق مارينات، يلا بنط بنط بنط. 10 كوكيز، 10 يعني هنا مثلا 4 بالأول، بعدين 4، بعدين 2، I think كذا أعتقد. باخذ أول شي كوكيز، أنا أهم شي عندي بس ذي حق الميراكلس، عشان أنا أبي أشتري ذي حق ترينا روج. لو خسرت بروح للمرحلة اللي بعدها عشان أكون أنا أصلا مجمعة. بس يلا تيجي سباتان، تحولت مرة ثانية الليدي باج. هنا في كوكيز 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 كوكيز، اخذ حق الحماية مثلا، بخبط هنا في الجدار. طيب خلني اخذ الكوكيز كوكيز كوكيز، معناتنا اسم الكوكيز ايش اسميه، ما في غير اسمه، لازم اناديه كوكيز 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 كوكيز، اسمه طويل كوكيز كوكيز كوكيز. لحظة بنط، واو لحظة، هذه الفلوس حق الميراكلس انا مرة عجبتني، شكلها مرة حلو، احسن انهم يحطون هذه اللي ايش اسمها حق النطة زي كذا، ايش نسيت ان ذوك الفلوس اللي لونهم اصفر، هذا احسن احسن من هذا اللي ايش اسمه. لا خسرت، ما بعيد طبعا عشان بيطول في الفيديو. احسن الفلوس اللي لونهم اصفر، هذه حق التعسوقة مرة حلوة، انا اعرف كيف ايش شبهوها حق اليويو، تدرون اليويو هذا اللي هنا، لحظة هذا اللي هنا جنبها، هذا هو اللي حطوه فلوسه. اوكي هذه حق تعويذة الحظ. طيب فهمت فهمت، باخذه باخذ ذا، وذي ما ادري عليك رصاصة، ليش كذا بطيء مرة، زي ان فيه نوم كذا، فهمتم؟
نجمع 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 كذا، نجمع بسرعة نجمع. هذه زي تعويذة الحظ، تعرفون كذا تسوي ما أدري كيف كذا يطلع على شيء ما تدري. بسرعة باخذ ذا الصندوق وذا كمان ذا الصندوق. لحظة لحظة، كنت بخبط هذا اللي اسمه ايش ما ادري، هنا في ما ادري، اعتقد ان ذا اللي يفتح مسامير زي كذا، ما اعرف ايش هو. البارس هذا ما ادري بس ايش هو، الله اعلم. بنط بنط بنط، لحظة لحظة، اوه خسرنا. يلا عادي بسوي جو. اي ليفل نلعب؟ مثلا 12، بلعب ليفل 12 بحط حق لوكا، بعدين راح احط حق القط الاسود. يلا بسرعة 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 بسرعة، لازم 300. تمام يلا سهلة، في نفس الوقت انا اصلا محتاجة 300 عشان ابي اشتري ذي حق ايش، رينا راج. في 2 بحطه بسرعة بسرعة، محتاجة مرة. شخصية رينا راج مرة كيوت صح؟ ها انا لسه اصلا ما سويت هذه حق تس، هم طلبوا بس كذا عادي، ما يريدون هذه النساس كذا، فهمتم؟ مع الكوامي ما يبون، يبون بس كذا عادي. بخبط هنا على السريع بسرعة بسرعة، أنا أبي مرة مرة. واو كملتها، صار عندي 301. بشوف الحين كم تشارتي الكلة، أوه 4000، قربت مرة. لحظة 9000، 4000، باقي لي بس 5000. الحين بلعب ليفل 11، بحط حق هذا القتل الأسود، حق ما ادري ايش اسمه، ايش كان ادريين زي كذا ما ادري، بس المهم بسرعة بسرعة بسرعة. اعتقد اني بسوي هذه اخر مرحلة. يلا اوه هذه الهيليوم حق البالون، بسرعة. ليش لون الجبن زي كذا بني؟ هو لونه اصفر صح؟ سوى ذي حق بلاك، ما ادري ايش اسمه، مخالب زي كذا اعتقد، كذا بلاك مخالب ما ادري. يلا يلا يلا، خذ الميراكلس خذ الميراكلس بسرعة بسرعة. يلا ليش هوياتهم ما لازم يقولوا الهوية حقتهم؟ يعني ترى نحنا ندري انه بالفيلم، بس على اساس انه بالكرتون ما لازم حد يدري انهم انه ما يدرون على بعض مينهم. لا كل خربطة خربطة، لا لمست بالغلط هذا اللي الكهرباء زي كهرباء، لمستها بالغلط. طبعا هنا بننهي معاكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت، ومع السلامة أصدقائي أحبكم.